نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة بيطرية لدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بإحدى مدن الوادي الجديد. وقال مسؤول التنمية الريفية للهيئة القبطية الإنجيلية ماجد بولس إن التحالف الوطني من خلال القافلة يقدم للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية الكشف والعلاج والتحصينات على الماشية، وكذلك صرف الأدوية في ضوء الاهتمام بالثروة الحيوانية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرية بالوادي الجديد. كما أكد أن مبادرة ازرع تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم دعم 70,000 فدان خلال زراعة محصول القمح لموسم 2023-2024 بمحافظة الوادي الجديد. عندنا النهارده قافله بيطريه لتحصين المواشي، عندنا قافله طبيه بتعمل تحليل سكر وقياس سكر وضغط للمزارعين واهالينا في مبادره ازرع، وعندنا كمان ندوه عن تغيرات المناخ بتساعد المزارعين في معرفه التغيرات اللي بتحصل في المناخ في الفتره الحاليه. مبادره ازرع طبعا ادونا السنه دي القمح للصغار المزارعين بنصف الثمن، تخفيض 50% في كل شكاره او الكميه اللي هياخدها المزارع، تخفيض 50%. وطبعا النهارده برضو عاملين برضو حمله بتحليل السكر وقياس الضغط، وبرضو حمله للناحيه البيطريه التحصينات. نشكر التحالف الوطني ان المبادره الزراعيه القمح 50%، وجت قافله طبيه لموز البهيم تطعيم وتحليل سكر. اشكر التحالف الوطني على المبادرة، وأشكر الهيئة الإنجيلية اللي جابت الرتقاوي عام الأول وعملت معنا إنتاج، أشكرها جدا وأشكرهم على المبادرة اللي هي بتاعت تحليل الضغط والسكر.